يعني يوما بعد يوم ممارسات وحشية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سيادة العميد، مصر دائما تقف في الصدارة مدافعة عن هذه القضية، لو تدينا رأي حضرتك في هذه الإدانة التي صدرت الآن أو منذ قليل بما قامت به قوات الاحتلال. يعني الحقيقة بجد ليس أبلغ مما أوردته وزارة الخارجية المصرية في بيانها المهم الحقيقة، وهو أننا أمام انتهاك صارخ الحقيقة، انتهاك صارخ لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. مسألة وضع البنية الصحية والمنشآت الصحية في بؤرة استهداف العمليات العسكرية الإسرائيلية، أعتقد يعني هذا الأمر أصبح مفهوما وله مغزى واضح تماما، وهو تدمير كل أشكال الحياة والخدمات الأساسية للمواطن في قطاع غزة وفي مدنه المختلفة. مستشفى ميداني أردني، يعني احنا هنا بنتحدث عن مستشفى يستقبل حالات الحرجة، يقدم إسناد صحي لبنية صحية تضررت طوال الأسابيع الماضية بشكل كبير جدا، واتضح رؤية أن الجيش الإسرائيلي يحاول أن يجعل من الحياة داخل قطاع غزة جحيما بالنسبة للمواطن الفلسطيني. هذا الأمر يعني متطلب أساسي في هذا القدر من الدمار وحجم الإصابات وحجم الشهداء وحجم من يحتاجون إلى مد يد العون الصحية التي تكون قادرة على تضميد بعض من الآلام والجراح، ليس كلها. احنا بنتكلم على يعني مواطنين قضوا نحبهم جراء عدم توافر هذه الخدمة الصحية أو عدم إمكانية الإسناد الصحي الواجب الذي يمكن أن يعطى لهؤلاء المواطنين. الحقيقة ده بيعاني من نقص كبير جدا، وربما يعني النهاردة وزارة الخارجية وهي بتدين هذا الإجراء، لكن مش هننسى أن احنا طوال الأيام الماضية كنا أمام مجموعة من الضغوط المصرية الكبيرة في اتجاه وقف العدوان على هذه المنشآت على وجه التحديد. والبعد الإنساني اللي الدولة المصرية رفعته من اليوم الأول، هي كانت مدركة أن هذا التدهور الكبير في الأوضاع داخل قطاع غزة سيدفع ثمنه المواطن الفلسطيني والمدنيين الفلسطينيين والأسر الفلسطينية. وها نحن نتابع أن هذا التحذير كان في محله. هذا التنبيه حول أن فاتورة الخسائر المدنية والإنسانية ستكون فادحة بشكل كبير، وهو ما يجعلنا نجدد المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري دون قيد أو شرط.